السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. الحلقة الثانية في الإعراب. النهاردة هنعرف أول آية في سورة الأنعام، قول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تعالوا كده يا جماعة نتعلم مع بعض إزاي نعرف. أول حاجة كلمة الحمد. الحمد ديت أولها ألف ولام، أدام أوله ألف ولام يبقى اسم. الاسم لما يكون في أول الكلام يعرب مبتدأ، يبقى الحمد تعرب إيه؟ مبتدأ مرفوع بالضم. لله، لي، اللام حرف جر مبني على الكسر. الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله لفظ الجلالة، اسم لفظ الجلالة مجرور باللام وعلامة جره الكسر. الحمد لله، كلمة لله ديت شبه جملة متعلقة بمحذوف وهي خبر للحمد، يبقى الحمد دي مبتدأ ولله خبر. الحمد لله كلها على بعضها كده جملة ابتدائية بالشكل ده، كده جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. الذي، الذي ديت اسم موصول، الذي اسم موصول وهو في محل جر نعت للفظ الجلالة الله، يبقى الذي اسم موصول مبني على الكسر وهو في محل جر نعت للفظ الجلالة الله. خلق، خلق دي فعل ايه؟ فعل ماضي مبني على الفتح. الفاعل فين بقى؟ محذوف، تقديره هو اللي هو عايد على الله. مين اللي خلق؟ الله. خلق أي هو السماوات، السماوات مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، وحرف عطف، الأرض اسم معطوف على السماوات منصوب بالفتحة. خلي بالك دي معطوف، دي منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، ودي منصوب بالفتحة لأنه مفرد. وخلق السماوات والأرض، الجملة دي كلها جملة صلة لا محل لها من الإعراب. ليه جملة صلة؟ لأنها جاءت بعد الذي، وحرف عطف، جعل فعل ماضي مبني على الفتح، الفاعل نفس القصة، الفاعل محذوف تقديره هو عاد على الله، الظلمات مفعول به منصوب بالكسر، وحرف عطف، النور معطوف على الظلمات منصوب بالفتحة، وجعل الظلمات والنور برضو جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على خلق السماوات والأرض. ثم حرف عطف مبني على الفتح، الذين، الذين اسم موصول في محل رفع مبتدأ، كفروا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة اللي هي الواو ديت، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، بربهم الباء حرف جر، وربي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، ربي مضاف وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وجملة كفروا بربهم، جملة كفروا بربهم لا محل لها من الإعراب. ليه لا محل لها من الإعراب؟ لأنها جاءت بعد الذين فهي جملة صلة، جملة صلة. يعدلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، وجملة يعدلون خبر لمين؟ للذين. يبقى ديت دي إعراب إيه؟ إعراب الآية الأولى لسورة الأنعام. نراجع كده بسرعة. الحمد لله جملة ابتدائية، الذي اسم موصول في محل جر نعت، خلق السماوات والأرض دي كلها جملة
جملة صلة لا محل لها من الإعراب لأنها جاءت بعد الذي، والأسماء التي الجمل التي تأتي بعد الأسماء الموصولة لا محل لها من الإعراب، الواو حرف عطف، وجملة جعل الظلمات والنور معطوفة على خلق السماوات والأرض جملة الصلة، ثم حرف عطف. نبدأ بقى كلام جديد، الذين كفروا بربهم يعدلون، الذين دي مبتدأ ويعدلون خبر، وكفروا بربهم جملة صلة لا محل لها من الإعراب. إن شاء الله لنا تكملة في حلقة مقبلة. وخلي بالكم الإعراب ده مهم جدا، والإعراب ده يقوي لسانك ويقومه، ومفيش أحسن من القرآن الكريم يتعلم من خلاله النحو، ونتعلم منه الإعراب. نلتقي في مرة مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.